السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بي في هذا الفيديو الجديد. الكثير فيكم تبع قضية خديجة وأكرم. خديجة اللي خطفت الابن ديال صاحبتها بمدينة القنيطرة وغبراته مدة شهر على والديه حتى تم العثور عليها من بعد بمدينة مراكش، كتمتهن التسول وكتنعس في الشارع العام هي والولد. تم اعتقال خديجة والطفل أكرم الحمد لله رجع لحضن والديه بعد معاناة اللي دامت عدة أيام. أكيد أن الكثير فيكم كيتساءل فين وصلت القضية، وشنو داروا مع خديجة، وشنو هي الاعترافات ديالها، وشنو هي التهم اللي توجهوا لها. إذا لمزيد من التفاصيل خليكم إلى آخر الفيديو وما تزابيوش. بعد ما السلطات الأمنية ديال مراكش اعتقلات خديجة، قدموها امام الوكيل العام اللي بدوره حال الملف ديالها على قاضي التحقيق اللي امر بايداعها السجن، ولكن قبل تابعها طبقا للفصل 436 المتعلق بالاحتجاز والاختطاف، والفصل 540 المتعلق بالنصب والاحتيال. يعني خديجة غادا تغرق وسط السجن سنوات طويلة لا محالة. الملف ديالها اليوم راه وصل مرحلة الجلسات، وأول جلسة تحددت بتاريخ يوم 4 في شهر 11 المقبل إن شاء الله. أجيو دابا نعرفو شنو هي الاعترافات ديال خديجة أمام قاضي التحقيق. خديجة واحد الشابة في عمرها 25 سنة، الأصل ديالها من نواحي مدينة خنيفرة، كتعيش وسط أسرة بسيطة ناس دراوش على قد الحال، والأب تقاتل مع الزمان باش قرى وليداته وعيشهم عيشة كريمة وما خصصهم حتى شي حاجة. خديجة قرات حتى شدات البكالوريا ديالها، من بعد غادا تقرر تكمل الدراسة ديالتها في مدينة الفقيه بن صالح، واختارت معهد تكنولوجيا الصيد البحري والفلاحة، وخدات فيه الدبلوم ديالها في سنة 2020، وهنا غادا تبدا تقلب على خدمة باش تقدر تصرف على راسها وتعاون والديها. في هذه المرحلة خديجة غادا تنتقل لمدينة القنيطرة باش تقلب على خدمة، بحكم أن هذه المدينة كبيرة وكتوفر على فرص الشغل عديدة. وبالفعل خديجة غادا تخدم في واحد المصنع ديال الكابلاج، وغادا تكري واحد الغرفة في واحد الشقة مشتركة مع مجموعة من الشابات كل وحدة وبيتها. خدمات خديجة وكرات واستقرت في حياتها الجديدة بمدينة القنيطرة، وكانت أمورها غادا على أحسن ما يرام. في سنة 2020 هاد السنة كانت صعيبة على العالم كامل لأنه فيها انتشر فيروس كورونا، وهذا الشيء أثر سلبا على الاقتصاد ديال العالم كله، والمغرب بحاله بحال بزاف ديال الدول قرر أنه يفرض الحجر الصحي وأن الناس ما تخرجش وتسد عليها في الدار تفاديا لانتشار العدوى. وفي خلال هذه المرحلة بزاف ديال المقاولات والشركات والمصانع غلقوا الأبواب ديالهم، والعمال جلسوا بلا خدمة، والناس كاين اللي جراو عليهم من الخدمة، كاين اللي تم التسريح ديالهم لأجل غير مسمى، وكاين شركات اللي نقصوا عدد كبير ديال العمال. وخديجة وحدة من هاد الناس، لقات راسها حتى هي بلا خدمة ولا ردمة، سدات عليها في بيتها وما بقاتش عارفة شنو غادا دير. ما قدراتش ترجع لدارهم في خنيفرة، والخدمة توقفت منها، والبنات اللي كارياس معاها في نفس الدار كاملة تسافروا عند والديهم. وهنا خديجة غتلقى راسها بوحدها لا حنين لا رحيم وبعيدة على عائلتها. خديجة الدار فين كانت كارية كانت ملاصقة مع واحد الشقة ديال واحد الأسرة، مراه هي وراجلها وجوج وليداتهم. هاد جارتها سميتها ميلودة. ميلودة شافت أن الدار اللي ملاصقة مع دارها الباب على الباب، كل شي البنات سافروا مشاو عند عائلاتهم، وبقات واحد البنت بوحدها سادة عليها اللي هي خديجة. فميلودة مشات عند خديجة دقات عليها، قالت لي هانتي برانية ووالديك بعاد وجلستي من الخدمة، بقاي تجي عندي لداري مرحبا بك تاكلي وتشربي معانا، ما يخصك حتى شي خير، واعتبريني بحال اختك، وحنا راه جيران راه ما نخليكش بوحدك في هاد الظروف. خديجة رحبت بالفكرة ديال جارتها ميلودة وشكرتها بزاف، ولات خديجة دائما كتدخل عند ميلودة لدارها واكلة شاربة ما خاصها حتى شي خير، وشي مرات كتبات عندهم، وكانت ميلودة كتعتبرها بحال اختها مخلياها على راحتها، ما كتحسسهاش انها برانية. خديجة كتعاون ميلودة في الشقة، كتسخر لها على برا، تنشر لها الحوايج في السطح، ومنين ميلودة كتمشي السبت والحد تزور والديها كتدي معها خديجة، يعني تقول ولاو خواتات. في هاد المرحلة ميلودة غادا تحمل بولدها الثالث، وخديجة غادا توقف معاها وتعاونها طول مدة الحمل حتى ولدت ميلودة وليد وسماته أكرم.
خديجة وقفت مع ميلودة في الولادة وفي النفاس وشقات لها في السبوع، يعني السيدة تقول من العائلة. وداز سيام وجات أيام خديجة كتعاون ميلودة في التربية، كتبدل الأكرام، كتوكلو، كتشربو، كتنعسو حداها، وبقاو على داك الحال. يعني خديجة كبرات أكرم على يديها ووالفاتو بزاف، وحتى الولد ولفها ولا كيعتبرها مو التانية. من بعد خديجة بدات كتفكر أنها تخدم باش تلقى منين تصرف على راسها وتخلص الكرة ديالها، ولكن بحكم كورونا كل شي مسدود وفرص الشغل كانت قليلة وقليلة بزاف. فهنا خديجة بدات كتفكر في شي بديل آخر، شنو هاد الخدمة اللي غتسمح ليها تزاولها من الدار. فهنا خديجة غدا تفكر تدخل ميدان التجارة الإلكترونية، بحكم أنها ما كتطلبش معدات كثيرة، يكفي أنه يكون عندك واحد البيسي ويكون عندك الكونيكسيون وغدا تخدم من الدار. فهنا بدات كتبحث في مجال التجارة الإلكترونية وبدات كتعلم ليه بشوية بشوية. خديجة دخلت لعالم التجارة الإلكترونية ولقات راسها اقتحمت مجال التداول، اللي هو واحد المجال شائك وفيه واحد النوع من النصب والاحتيال، يعني كتدبر على شي مجموعة من الناس وتتبدا تبيعهم الوهم. مثلا تتقول شي واحد اعطيني مبلغ 2500 درهم وغدا نستثمر فيه، وخلال واحد الاسبوع غدا نرجعو لك بالدوبل وغادي نعطيك 5000 درهم. او كتجيب واحد السيد اخر وتقول لي اعطيني 5000 درهم نستثمر فيها، ومورا اسبوع غادي نرجعها لك 10000 درهم، ولكن بشرط حتى تجيب لي واحد 3 ولا 4 ديال الناس بحالك استثمروا فلوسهم حتى هما عندي، ونعطيك 10000 درهم ديالتك ديك الساعات. هو في الحقيقه راه ما كاين لا استثمار لا والو، راه غير الفلوس كيدوروها بيناتهم، وشي كيطمع شي. والمخ الويض اللي هو الراس الكبيره هو المستفيد الاكبر، كيبقى يجمع ويجمع ويطمع في الناس حتى كيجمع ملايين كبيره على ظهرهم، وكيهرب وكيخليهم الله كريم. وهذا الشيء وقع بزاف في بلادنا. فخديجة دخلت لهذا المجال ديال التسويق الهرمي، وبدات كتاخذ من هنا ومن هنا، وكتوعد الناس ان فلوسها غادي تردها لهم بالدوبل. واحد الوقيته لقات راسها خاسره والناس كتسالها، وما لقاتش منين ترد لهم فلوسهم، ما قدرات لا تعطيهم الارباح ولا راس المال باش تدخلوا معاها. فشافت التعيات لقات القضيه حامضه وكيخصها ترد الناس فلوسها والارباح ديالهم باي طريقه، والا غادي يوضعوا بها الشكايات. تراكموا عليها ديون كبيره بزاف والناس وقفات على فلوسها، وفي هذه المرحله بدات كتسلف باش ترد الناس فلوسهم. خدات من عند عائلتها، من عند صحاباتها، من البنات اللي خدامات معاها، البنات اللي كاريات معاها. ميلودتها هي خدات من عندها واحد 3 ديال المليون، وكتقول لهم او لا كتوهمهم انها جاتها واحد الكونطرادا ديال الطاليان وخصوها الفلوس باش تمشي. وفي الاخير تسلفات مبالغ كبيره بزاف، ومنين جات ترد للناس فلوسهم ما لقات منين تردهم. هنا خديجه بدات كتفكر كيفاش تهرب من هذا المازق اللي حطات راسها فيه. لقات ان احسن طريقه هي تهاجر برا المغرب بطريقه غير شرعيه، يعني تحرق الاسبانيا. ولكن المشكل اللي كان عندها هو انها ولفات الطفل اكرم وربات عليه الكبده، وما قدرتش تفارق معاه بحكم انها كبر قدام عينيها، حتى ولا عنده تقريبا 3 سنوات. فما سخاتش تهاجر برا المغرب وتفرق عليه، هذا علاش فكرت انها غادة تاخده معها وتحرق هي وياه برا المغرب. المهم كما سبق لي وذكرت من قبل ان خديجة كانت تسلفت مبالغ كثيرة من عند بزاف ديال الناس، وحطت هاد الفلوس في الحساب البنكي ديالها، وهذا المبلغ كان تيفوق 26 مليون سنتيم على اساس باش ترد الديون ديالها ديال التسويق الهرمي، ولكن هي قرارات تنفذ بهم مخطط الهجره برا المغرب. خديجه صافي خططات وقرارات ونفذت عمليه اختطاف اكرم، وسافرت به مباشره لمدينه سلا، وكانوا معها جوج ديال صحاباتها. قرارات تستقر في سلا هي واكرم ودوك جوج ديال صحاباتها واحد الاسبوع بيد ما تلقى شي طريقه ديال الهجره السريه. مشات خديجه كرات واحد الشقه اللي كتكرا ب 400 درهم للنهار، عطات لمولاها التصبيق، والباقي خلصته ليه عن طريق الشيك اللي القيمه ديالته 10000 درهم. خلال داك الاسبوع دوك جوج ديال صحابات خديجه قالوا ليها خاصك تخلصي من اكرم، ما بقيناش باغينو معانا في الدار، بحال الا برزتهم او لا صدعهم. المهم قالوا ليها خاصك تشوفي شنو ديري ليه ما يبقاش معانا في الدار وما يحرقش معانا.
راه غادي غير يبرزتنا، طلبوا منها يا اما تردوا لمو اولا تمشي في حالتها هي وياه وما تبقاش معاهم. تصادعت معاهم خديجة بحكم انها ما تقدرش تفارق مع اكرم، وفي الاخير قررت انها تمشي في حالتها وتفارق مع صحاباتها وغادا تسافر هي واكرم لمدينة الداخلة. جلست في الداخلة مدة 4 ايام كتقلب على طريقة كيفاش تحرق هي واكرم، وبدات كتسول الناس كيفاش تهاجر. بدات كتفكر انها تخرج من المغرب وتمشي لموريتانيا، ومن بعد تدوز لدول افريقيا، ومن ثم تمشي لاسبانيا. المهم بقات غير كتفكر وكتسول، ولكن حتى حاجه ما صدقات ليها. كل شيء دوك الخطط صدقوا معقدين، ومعها الولد زاد تقل عليها اكثر. دازت 4 ايام ما لقات والو. هنا غادا تمشي تسافر لمدينه مراكش هي واكرم. في هاد المرحله الوالدين ديال اكرم داروا الشكايه ديالتهم ضد خديجه عند السلطات الامنيه انها خطفت لهم ولدهم، وبالتالي السلطات غادا تحرر مذكره بحث ضدها وغادا توقف الحساب البنكي ديالها. وهنا خديجة صافي حصلات، لأنها منين كتمشي تيري الفلوس من الكيشي كتلقى الحساب ديالها مسدود، وبالتالي ما غادا تلقى منين تصرف لا على راسها ولا على أكرم، وغادا تضطر تبات في الشارع هي والولد، وما غادين يلقاو ما ياكلو. وهنا غادا تمتهن التسول وكتبيع كلينكس باش تلقى منين تاكل هي والولد، وتكرفسو بمعنى الكلمة. بقات خديجة هي وأكرم مدة 15 يوم في مراكش، جالسين بالليل وبالنهار غير في الزنقة، ما عندهم فين ينعسوا ولا ما يأكلوا ولا ما يلبسوا، وحالتهم ولات حالة. في هاد الوقيتة المغرب كامل كان كيبارطاجي التصاور ديال خديجة وأكرم، وكل شي المغاربة داروا يد في يد باش يقلبوا عليهم. خديجة عرفت من بعد أنها مبحوث عليها هي وأكرم، وتصاورها منتشرين في السوشيال ميديا. هنا قررت أنها تلبس النقاب باش تدرق وجهها، وأكرم لبست واحد الكاسكيطة وكانت حالته مكرفصة. ظنت أن التحد ما غادي تعرف عليه، لأن الولد شعره تشعكك وضعف بزاف ولا سمر، يعني تغير على ما كان مع والديه. فصافي قالت راه التحد ما غادي تعرف عليهم في مراكش، ولكن ربي كبير وردت الوالدين. واحد السيدة مراكشية دازت من حدا خديجة وأكرم، وكانت تبعات القضية ديالهم من قبل، فغير شافتهم بقات مركزة عليهم مزيان، وهي تتعرف عليهم وبلغت مباشرة السلطات الأمنية اللي حضروا واعتقلوا على الفور خديجة وخداو منها أكرم. جات ميلودا للمركز ديال الشرطة باش تسلم ولدها، ولقاتو مسكين مكرفص ومصدوم وخايف. اما خديجة بقات غير كتبكي وكتقول لميلودا عافاك ما تحرمينيش من اكرم. اذا فهمتوا دابا علاش خديجة تسلفات مبالغ كثيره، ومنين جابت ديك 26 مليون، وشنو كانت ناويه دير بيها، وعلاش خدات معاها الطفل اكرم. الكل في واحد اللحظه كان كيتسائل واش فعلا اكرم هو ولد ميلودا، والبعض كان كيقول لا راه ولد خديجة داكشي علاش خطفاتو. فاللي نبغي نقول لكم انه الوكيل العام بمدينه القنيطره اعطى التعليمات ديالو باجراء تحاليل الاد دي ان للطفل اكرم مع خديجه وميلوده ورجلها مصطفى. خرجت نتائج الاد دي ان وبينت انه فعلا اكرم هو ولد ميلوده ومصطفى، ومن لحمهم ودمهم، وما كتربطوا حتى علاقه بخديجه. يعني هاد الباب راه تسد، اكرم ولد ميلوده ومصطفى علميا وطبيا. هذه هي القصة الكاملة ديال خديجة، والصراحة غرقات راسها ديال المعقول. ودابا راه والديها هما اللي كيأديو الثمن، فمساكن كيطلبوا ويزاوبوا من ميلودا باش دير التنازل لبنتهم باش تخرج من السجن، ولكن ميلودا كترفض التنازل لأن خديجة عيشتها في واحد العذاب كبير، وخطفات لها ولدها وتكرفست عليه وغبرات شهر وحرماته من الحضن ديال ماماه، فصعيب باش تجي تال دابا وتنازل في الأخير. وكان ظن واخا ميلودا تنازل محال النيابة العامة واش تنازل ليها، لأن هاد السيدة راه قامت بمجموعة من الجرائم الخطيرة، الاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال، فصعيب أن النيابة العامة تنازل ليها أو لا ترحمها. خديجة في هاد الشي كامل راه غير كتخربق وصافي، تسلفات من لهنا ومن لهنا، ورطات عائلتها في السلف، وما ضرباتش الحساب والعواقب لداكشي اللي كدير. اذا كانوا هادو هما المستجدات ديال قصه خديجه والطفل اكرم. الى هنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو، خليتكم على خير، الى اللقاء.